صباح الخير. اهلا وسهلا بك، مرحبا دكتور سيري. كمان معك شاكر بالشيخ وحافظ الغريبي. نحب نعرف الساعة اليوم في صفاقس 1148 إصابة جديدة بالكورونا في أسبوع. اليوم في صفاقس ما عادش فما أسرة إنعاش. اليوم في صفاقس بعد ما كانوا نساء وحدهم ورجال وحدهم ولا ميكس، لأنه ما عادش فما أسرة كومبلي. كيفاش تقيم أنت الوضع بطريقتك أنت، وشنو اللي صاير بالضبط في صفاقس دكتور؟ الحقيقة هي بما الوضعيات الكل منتظرة، على خاطر ثم تسيب كبير من عامة الشعب. ما هماش اللي العباد ماهيش خد تحترم في القواعد اللي أشهر احنا نقول عليهم واللي ما زالوا بصفة عامة. العباد ماهيش مقتنعة وما تصرفتش على أساس أن عندنا طريقة حياة قبل كورونا وطريقة حياة وقت كورونا. طريقة حياة وقت كورونا هي أنه يلزمنا نستعمل وسائل الوقاية اللي قلناهم، يلزم العباد متقعدش قريبة لبعضها، ما يتلمدوش برشا معناتها في الأعراس ولا في المآتم، مش العباد تمشي تتصرف نورمال ويتلمدوا عشرات العباد. القهاوي العباد تتصرف نورمال كأنه شيء ما ثم. هذوما كل الحوايج يوصلوا للنتائج أنا هذه أنه العدد متاع المرضى يكثر. هنا ناخذ امثله وقت العباد تتلم بعضها مثلا في الاحتجاجات، وقت تتلم مع بعضها وتخرج لبعضها باش تستنى في دبوسه غاز، هذوما مزير ما احترام البروتوكول الصحي. هيك النتيجه تاع الشعب مش مضبط. صباح الخير دكتور، حافظ غريبي معك. مرحبا وبيك عايش دكتور. حاب نفهم حاجة أنا توا، شنو اللي يتغير كمان معناها على امتداد المدة اللي فاتت الكل ما وصلتوش للوضعية تاع الساتوراسيون هذه الموجودة اليوم؟ ثم سرطان مو، ثم معناها مش تسيب برك، ثم حاجة أخرى صارت سرطان مو. شوف وقت نشوفوا البلدان بصفة عامة نفهموا أنه الانضباط من أهم الحوايج اللي تحمي الشعوب. معناتها كي تشوف أمثلة في جنوب شرق آسيا تلقى عدد صغير، من المرضى وعباد منضبطين، وتقارن بشعوب أخرين كيف ما في أمريكا ولا في أمريكا الشمالية ولا جنوبية ولا في أوروبا ولا عندنا إحنا، تفهم اللي راهو هيك أهم حاجة وراهو هيك أهم سلاح. مش تلقيح رخ تلقيح، مازال العيشة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها راهي مازال تنع لنا احنا على الاقل عام اخر هكايا. والعباد لازم تفهم انه في التالي وقت اللي نحسبوا العام اللي فات والعام الجاي هذه معناتها 2021 معناتها هذوما عامين. اذا كان ثماش طريقة حياة منضبطة النتيجة واضحة. خلصوا كل مرة العباد تزيد تسيب العدد يطلع تتفجع العباد تحترم شوية، بعد جمعتين ثلاثة يبدأ ينقص وكهو. ما عندناش شعب منضبط. سامحني دكتور بالله، خلينا نكون واقعيين شوية. طبعا احنا طريقة حياتنا في امكاناتنا في اللي احنا عالم ثالث في الدولة اللي احنا عايشين فيها والقطاعات اللي فيها كثير من ضعف الامكانات، نكون واقعين. الكيران تبدأ ديما معبية، الليفاك والمدارس ديما معبية، الاجراءات الصحية صعيب تطبيقها في المؤسسات والادارات العمومية، صعيب تطبيقها في الشارع، عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا صعيب انه ما نتقابلوش وما تبداش فما برشا لقاءات في الدار ولا خارج الدار. الفلوس مش متوفرة عند الناس باش يشري في نهار زوز وتروى بابات، لانه البابات لازم اربع سوايع وبعد يلحيها. هذا كله ما ترش انه حقيقة انه في كو لازم الدولة وزارة الصحة تاخذ هذا بعين الاعتبار وتبني على اساس استراتيجية، انك باش تقول لازم فما تباعد اجتماعي ولازم تلبس بافات ولازم تعمل بجان ولازم ما تتقابلوش، صعب تطبيقه في نمط الحياة اللي احنا عايشينه. وما تنجمش كومبورتمون نتاع دي ديزان داني تجي انت تحب تغيره في ثلاثة واربع شهور وعام وعامين. قال شنو فجأة نصبحوا احنا نحترموا التباعد الاجتماعي وفجأة نصبحوا نتنظموا في حياتنا في البروتوكول الصحي بما يمنع انتشار الفيروس. شوف أهم حاجة موجودة هي نعود نقول هي الانضباط، خاطر احنا في وضعية حرب. العباد ما اقتنعتش انا وضعية حرب، ما اقتنعتش انا يلزمنا نتبعوا طريقة جديدة متاع حياته. اللي ما عندوش فلوس باش يشري بافات يشري كاشكول ويغطي فمو. اللي في عديد الوضعيات داكورد وما نجموش في كار مثلا العباد مجبور انا تطلع داكوردو ما
مش مجبور أنا تقعد في قهوة تنحي البافيت وتقعد تحكي مع بعضها، مش مجبور أنا تقرب بعضها، مش مجبور أنا تمشي في عرس ولا في مأتم، فانتو معنيش برشا عليه في مأتم أنا يتلمدوا 100 واحد يقعد يحكي مع بعضهم نورمال. هذوم شو ثم الطريقة حياة جديدة، احنا في حرب، العباد مش مقتنع أنا حرب، الشباب متاعنا خاصة مش مقتنع وقاعد يعيش نورمال، قاعد يمشي توا سلعة يمشي يحوس نورمال، يسهروا مع بعضهم نورمال، هيك الكل يخلص. هنا في الحرب هذه اللي هي ضد الفيروس قواعد واضحة، تحترم مش لازم جيل راه غسل الماء والصابون، جيل غالي الماء والصابون سهل، ما تسلمش على بيت تسمى بيت مازال تسلم على بعضها بالبوس ولا باليدين. وقت اللي نقول لك انا هذا حاجه هام على خاطر هذو ما ينقصوش يشطر الاعداد نوليو نجمو نخدمو باريحيه، وقت اللي ما نتصرفوش طريقه عيش جديده، طريقه عيش جديده استاذ عايشين. استاذ بربي ثم كلمه كبيره قلتها، قلت على قهوه هاي وقت اللي عبيت لمدوا على قهوه ينحيوا البافيت يقعد ربع ساعه يحكي ويشرب قهوه ومن بعد يرجع بافيته، واللي يلبس بافيت يخلي خشمه عريان ويبدا يحكي. موجودين برشا موجود صحيح. طيب. استاذ ثم كلمه قلتها قبيله، قلتها قبيله وانا نحب نقف عليها، معناها انت تعتقد جازما انه الازمه نتاع الغاز انعكست وبائيا فهمتي في صفاقس؟ واضح في المدن الكل. لا لا سمحني ما عندناش غاز في ما ثماش ازمه غاز في العاصمه ولا في مدن اخرى، معناها ايسونسيال مو صفاقس. لا فما في جابس وصفاقس والجنوب كامل، الجنوب كامل اي صفاقس نحكي على الجنوب. مش كان هي ولا اعتصامات اللي موجوده ولا عباد بحذا بعضها ياكل كله يخلص. بربي سؤال أخير أستاذ كان مترشمانة، الخبر اللي سمعنا به البارح واللي قاعد يدور فهمتي في وسائل الإعلام الكل اللي هو التحور الجيني متاع الفيروس هذا، واللي بالحق الناس كلها مفجوعة. طيب بريطانيا برشا دول وقفت ليفول متاعها اللي ماشيين للبريطانيا واللي جايين منها، بريطانيا بيضا كان أعلت حالة الطوارئ الصحية ولنا شو تاع بريطانيا برسك فرغت. شنو هالفيروس الجديد بالضبط وشنو مخاطره على تونس؟ معناه نجم يدخل لنا ولا لاحظتوش ماذا ظهور بعض الحالات منه؟ شو باش نفهموا اللي موجود لازمنا نقراو التاريخ. في 1918 و19 جاء فيروس قوي متاع غريب صحيح اللي عمل صار وباء كما هذا بالضبط، يمشي الوقت اللي الوباء ينتشر بصفه كبيره الفيروس يتبدل، ما نعرفوش كيفاش يتبدل، ساعات يضعف جملة ويتنحى وساعات يزيد يتقوى. هذا نوع جديد من الفيروس تبدل شوية. حتى نقول الحاجة اللي نعرفوها أنه ولا ينتقل بسرعة أكثر، معناتها يمرض برشا عباد في وقت قصير، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمنظومة الصحية ككل في العالم الكل مشكلة نحن، أما ما نعرفوش شنو النتائج الأخرى نتاعو، ما نجموش نعرفه مازال بكري عليه على أن نعرفه بالضبط مش يصير، وبخلاف ومازال ينجم يتبدل زادا، معناتها احنا راهو في وضعيه انه وقت اللي الفيروس ينتشر ديما يتبدل الجينات نتاعو تتبدل يولي عنده خصائص اخرى. نعرفوا تو حاجه برك انه ينتقل بسرعه، وهذا ياكد على ضروره احترام قواعد الوقايه، بقيتها ما نجم حتى حد ما نجم يقول لك مش يصير من بعد. واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة دكتور سامي كامون رئيس قسم كوفيد 19 مستشفى الجامعي الهادي شاكر على كل هذه الإيضاحات. فاصلوا راجعين بالطبيعة بعد شوية دقيقة سياسات، ونستقبل ضيفنا بعد شوية حسين قرير عضو الإداري لرقابة القبضات باش نحكي على مشاكل